يكون لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة؟ ومن الغرائب والتناقض عباد الله، ترى أحدهم في هذه الاحتفالات يضع على صدره ملصقاً فيه محمد قدوتنا، محمد قدوتنا وهو لا يصلي، محمد قدوتنا وهو عاق لوالديه، محمد قدوتنا وهو آكل للربا، محمد قدوتنا وحلاقة رأسه يستحي الإنسان العاقل أن ينظر إليها. أي تناقض هذا؟ هكذا يكون لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة؟ أم باتباعه وتطبيق شرعه عليه الصلاة والسلام؟ فاتقوا الله عباد الله، وخذوا بالنهج الأول، وعليكم بالاتباع، واحذروا من الابتداع.